معانا دلوقتي مع فقرة عرض كتاب، وهنستعرض النهارده في الفقرة كتاب أو رواية بعنوان الزيارة، هي للروائي والكاتب الأستاذ عمرو العدلي. الرواية دي فازت أو فاز عنها كاتبها بجائزة الدولة التشجيعية عن هذه الرواية الزيارة. الزيارة كما ذكر النقاد بتخلط أكتر من شكل أدبي الحقيقة ما بين البوليسي والفلسفي والفانتازيا أيضا. هنعرض معاكم للرواية النهاردة مع كاتبها الأستاذ عمرو العدلي. نهارك سعيد يا فندم. أهلا بيك، نهارك سعيد. الرواية زي ما أنا قلت كده في البداية كما ذكر النقاد هي بتخلط ما بين شكل الفانتازيا وما بين الشكل البوليسي وما بين الشكل الفلسفي أو التأملي. هل ده يعني تفسير او مش تفسير، هل ده تصنيف صحيح؟ لا، ها ايه الصحيح؟ مش صحيح. كلمه بوليسي دي كلمه دخيله على الموضوع كله. هو جايز يكون فلسفي تاملي اجتماعي لكن مش بوليسي خالص. لا. مش بوليسي. لا. بس في ملمح فانتازيا طبعا، واضح كده. طبعا. طب خلينا نتكلم في البدايه، انه يعني انا لما قريت ملخص الروايه حسيت ان فيها تشابه كبير ما بينها وبين روايه الطريق، متاخده برضو نفس فكره بحث عن الاب وفكره فلسفه الاب دي معناها ايه لدى الكاتب ورحله البحث عن هذا الاب سواء بيجده او لا يجده، زي كان اسمه سيد الرحيمي ولا كان ايه في الطريق نجيب محفوظ، كان سيد الرحيمي تقريبا كان اسمه. هل حضرتك يعني لمحت هذا التشابه ايضا ولا ما كانش في خيالك؟ لا، هم النقاد هم اللي لمحوا بعد كده. هم اللي لمحوا. بس في فرق بين طريق نجيب محفوظ والزيارة في اختيار العالم. يعني عالم نجيب محفوظ هو عالم واقعي، لكن بيدور على فلسفة البحث عن الأب دي موجودة في كل. بس هو كان برضو مش واقعي بحت، يعني هو كان في جزء منه فلسفي تأملي برضو له علاقة بالإله بالله كلغة نجيب محفوظ وكعالم نجيب محفوظ. لكن اللي أنا عايز أقوله إن هي ما كانش فيها الفانتازيا، فيها كانت أقل. هنا في الزيارة إحنا في العالم في فانتازيا أكتر شوية ومتشظي بشكل أكبر، وفكرة البحث دي مضنية أكتر لأن هي مش حاجة واقع، يعني تنفيذها دراميا بيبقى صعب شوية، غير الحاجة الواقعية غير الكتابات الواقعية اللي هي كتابات نجيب محفوظ. لكن هو كان ملمح بعد الرواية ما اتكتبت، يعني بعد ما اتكتبت واتنشرت والنقاد ابتدوا يقولوا رأيهم فيها. اتقال ان الطريق لنجيب محفوظ كان برضو فيها نفس التيمة البحث. طب من هو الاب لدى عمرو العدلي؟ يعني اكيد هل الاب عند نجيب محفوظ في الطريق يختلف عن الاب عند حضرتك في رواية الزيارة؟ طبعا لان الزيارة اتكتبت في لحظة تاريخية معقدة جدا اللي هي من 2012 ل 2014 في التاريخ المصري الحديث، هي من 3 سنين تقريبا، كانت اللي هي فترة ما بعد الثورة بما حدث فيها من كل التقلبات اللي حصلت، تقلبات كبيرة جدا. وبين الاختيار بين الحكم بشكل معين او تبديله بشكل معين، يعني احنا كنا في لحظة فارقة يعني في الوقت ده كان احنا كان عندنا يا اما ديمقراطية يا اما حكم ديني يا اما حكم عسكري. ايوه، الشعب اختار الحكم الاقرب للعسكري. اما هو كان قبل ما يختار الشعب بقى حكمه كان الاختيار كان بين زي ما حضرتك قلت الثلاث اللي هو ديمقراطي ديني عسكري. فكانت لحظة فارقة جدا، فهي هي اللي صنعت رواية الزيارة. اللي هو الاختيار، يعني هي حتى في 3 أجزاء، الرواية مقسمة ل3 أجزاء، الجزء الأول البوابة اللي هو الدخول من البوابة، الجزء الثاني الخروج، كيف سبيل الخروج، كيف السبيل الخروج من للخروج من البوابة. القسم الثالث أو الجزء الثالث كان الاختيار. وده قبل ما يختار الناس بالفعل يعني بلده ما هتمشي بانهي. انا استوقفتني جمله جت على لسان على ذكر حضرتك الكلام اللي كنت بتقوله على ذكر على لسان بطل روايه حضرتك، وهو بيقول كنت افتقر الى الحريه والان اصبحت اخشاها. صحيح. في ناس، وده قطاع كبير جدا من الناس اجتماعيا، هو بيحب يركن لحاجة. يعني بيحب دايما يبقى ساند على حاجة، ايا كانت الحاجة دي حلوة او وحشة، هو عايز يبقى ساند اللي نعرفه على حاجة. ايوه بالظبط كده، اللي نعرفه احسن من اللي نعرفه. الفلسفة دي فلما بتحصل حرية بشكل معين ده بنلاحظها في حاجات اجتماعية عادية خالص، زي مثلا زواج البنت مثلا، قاعدة في بيت اهلها فتتجوز،
شغل سفر الولد مثلا خلص دراسه فيسافر. كل دي بتعمل تقلبات نفسيه وتقلبات اجتماعيه كتير. فكره الحريه بقى الفكره الاشمل والاكبر. ان مش كل الناس اللي تقول لها انت حره او انت حر يقدر يتصرف في الحريه دي، لا ده هو ممكن يرجع تاني ويلف ويجي تاني عشان تكتفيه لان هو كده كان مرتاح اكتر. الاب في نهايه الروايه او في عندما وجدوا الابن، يعني وجد الابن الاب في الروايه، وجدوا منهك جدا ومتعب جدا ورجل بلا جسد، راس بلا جسد، ده من ضمن الملامح الفانتازيا في الروايه. يعني هل اقدر اقول لحضرتك معنى ايه الكلام ده ولا بقى عيب يعني ان اقول لا كده؟ لا لا خلاص حاجة تقولي. انا ما بحبش اصلا اسال السؤال ده، بس هو يعني المشهد فيه قدر من الرمزيه كبير يعني. لا هو انا بس الفكره في اني قسمت الجسد الاب اتقسم لراس والجسد. بس في مجموعه في الروايه كانوا رؤوس بلا اجساد. أيوة. ومجموعه اخرى اجساد بلا رؤوس. بالظبط كده. بالظبط. ما هو احنا عشان نقدر نغيب العقول دي احنا ممكن نحط رؤوس بتاعت اجساد مش بتاعتها. والعكس. حلو ده. فاحنا بنعمل تبديل، احنا بنعمل تبديل وتوافيق بين عقول الناس او رؤوسهم، لكن انا خليته بشكل مادي المره دي. يعني في الزياره انا خليت الموضوع بشكل مادي، يعني بشكل ملموس، يعني جسد وراس، مش مثلا فكر او طموح او خيال. ولعبت بس على المنطقه اللي هي الوسط بين فكره ان انا اتكلم عن حاجه رمزيه، لا ده انا خليته واقع حقيقي. هو عمر سعيد ابراهيم اللي هو بطل الروايه لما راح المستشفى راح فوجئ بان هو وصله للمستشفى شخص اسمه حسن. وده اللي هو الراعي الرسمي لانه يوصل كل حد للطريق اللي هو عايزه. وراح لقى الاب بطانيه فاضيه خالص وراسه بتكلمه. فلما اكتشف ان هو بلا جسد كان طلب الاب الوحيد ان هو يدور له على الجسد بتاعه. في الفتره دي بتاعه الخروج، محاوله الخروج من البوابه بالاب مكتمل. فرحله الرحله بقت مضنيه جدا للابن اللي هو عمر سعيد ابراهيم. وبيدور عايز يجيب سعيد ابراهيم ده مكتمل. عايز جسد الاب. فراح فلقى ان الروس 64 راس بلا جسد. فراح في العشاء اذنت وهو ماشي بيدور مع حسن. فقال له طب تعالى نصلي. فراح يصلي فلقى الامام بلا راس وكل المصلين بلا رؤوس. ولقاهم 64 برضه. طب هم ليه حاطين دول لوحدهم ودول لوحدهم؟ عشان يكيفوا بعد كده الوضع كما يريدون. وده ممكن. طب ده كويس ان هو لقى الاب براس بلا جسد. انا عندي الراس بلا جسد احسن من الجسد بلا راس. الجسد بلا راس ما بيتكلمش. لكن هو بيتوضى وبيصلي وبيتعبد. وبيتعامل مع الحياه كانه ليه راس. لكن الفرق ان ده بيكلمه، الراس بتحدث الابن يعني. وممكن ناخد المنظور ده نخليه عالمي شويه، يعني لو احنا بس مثلا ايه للراسماليه بشكلها الحالي. أي. ما هي عباره عن كده برضو. هي برضو تبديل اللعب في الادمغه او في الرؤوس. ده حاجه قويه جدا وشغاله بشكل شرس طبعا، ان احنا ازاي نزيف افكار الشخص. رغم ان هو احنا مش هنحاربه ولا بسلاح ولا هنحتل بلده ولا هنعمل معاه اي حاجه من بالاساليب القديمه. لكن احنا بس كل ما فيها ان احنا هنغير تصوراته عن الحياه وهنخليه يشوف اللي احنا عايزينه نشوفه. ودور الاعلام الحقيقه حتى العالمي، يعني مش بقول الاعلام المصري، اكيد الاعلام العالمي والاعلام الامريكي تحديدا بيلعب دور كبير جدا في الجزئيه دي. بيلعب دور كبير قوي يعني في ده. صحيح. في كمان شخصية كانت مهمة جدا في الرواية وهي شخصية الجدة. وحضرتك زي ما انا قريت تصريح لحضرتك اللي انت حبيتها، يعني انت وقعت في غرام الجدة او تعاطفت معاها بشكل كبير. الجدة ايضا كانت بقى عندها حاجة تانية اللي هي كانت بتقضم الازرع، تقطم الدراعات الناس. يعني ده رمزه ايه بقى؟ انا اتخضيت. انا خفت كده. ده بيرمز لايه؟ الجده كانت عايزه تنفذ تصوراتها على اللي تشوفه من غير قوانين.
فبالتالي هي شايفه ان الايدين للانسان بتساعد على البطش، القوه قوه اللي هي القبضه لقوه البطش، فكانت عايزه تعطل هذه القوه بقضم الازرع وان تدمي الزراعة، سعي للحريه، وشايفه ان هي لو اتقطعوا يبقى افضل، لو مش موجودين خالص يبقى افضل. فحاول عمر سعيد ابراهيمي يوصل لها ان الدراع الايدين دي هي اللي بتتوضى وهي اللي بتشتغل في الحقول وتطلع الزرع، وهي اللي بتطبخ، وهي اللي بتوصل اللقمه للفم، وهي اللي لما تيجي تسجد بتسند على الارض، اللي دي ليها فوائد مهمه جدا. قالت له بس اضرارها اكتر من فوائدها. وهي فضلت كده لغايه اما اكتشفوا ان هي. وليه حضرتك حطيت التصور اللي هو اقرب للشبابي ده، يعني لروح الشباب في 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 الجده اللي هو ليه؟ إيه؟ يعني دايما السعي للحريه وللتحرر والخروج من سيطره القبضه الحديديه او كذا، ده بيبقى تصور اكتر اقرب لروح ما هي الشباب. يعني بتعمل كده لمصلحتها ازاي؟ ان هي مش هي عايزه تبقى هي المسيطره في البيت. فلقيت ان المسيطر الابنه اللي هي ام عمر سعيد وعمر. فبالتالي هي الارض بتنسحب من تحت رجليها في قوتها او سطوتها او بطشها او قدرتها، فهي عايزه تحد من هذه القوة الشابة بانها تخترع ما يجول في خيالها اللي بيشتغل في خيالها من غير ما يكون لي سند قانوني او 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 رادع اجتماعي. او هي عايزه تنفذه وخلاص. فبالتالي لما خدوها وراحوا يكشفوا عليها في مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه، فالدكتور قال لهم ان دي الحاله رقم 64 برضه. زي الرؤوس ليه رقم 64 ورقم متكرر ليه 64؟ يعني ايه مرجعيته؟ هل ليه مرجعيه معينه؟ 64. ليه مرجعيه، بس يعني إيه؟ الفتره التاريخيه 1964 وفتره يعني هضم الحريه، يعني تكبيل الحريات والسجن سنة 64؟ حضرتك دخلت السجن؟ لا ما دخلتش السجن. انا خشت ولادة سنة 64. الشعر الابيض عامل جو جامد. لا انا مواليد 70 فالفترة دي كان فيها اعتقالات لكل صاحب قلم. يعني اي حد بيكتب، مجرد ان هو بيكتب، يعني لدرجة ان محمود السعداني الكاتب الساخر اتحبس لغاية سنة 70، واللي طلعه كان السادات بطلب شخصي من أم كلثوم. ده كتير كمان من أنصار هذا النظام وقتها كانوا بيدخلوا السجن، من المثقفين كتير قوي، يعني كلهم تقريبا عدوا على زنزانة من الزنازين. ما هو ما فيش حد صاحب قلم أو صاحب رأي إلا لما حبس. يعني حتى بما فيهم ناس كانوا مع النظام ساعتها زي حسام القدوس. ده مش مع النظام بس، ده من انصاره، يعني المدافعين عنه باستماته شديده. كان حسام القدوس اتحبس كتير ناس كتير. الحقيقه الروايه مثيره جدا للفضول، وانا شخصيا هجيبها اقراها علشان فعلا يعني في ملامح، في اكتر من لاير، يعني في اكتر من مستوى للتفسير في الروايه، وفي عالم خاص جدا حضرتك صنعته في الروايه. فبتمنى نكون قدمنا لكم عرض وافي، يعني او عرض مثير للفضول لروايه الزياره الحائز كاتبها على جائزه الدوله التشجيعيه هذا العام. بشكر حضرتك جدا استاذ عمرو العدلي، وبتمنى لك التوفيق فيما هو قادم ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا. فقراتنا لسه متواصله معاك، وراجعين بعد الفاصل مع الفقره الاقتصاديه الاسبوعيه واهم اخبار الاقتصاد خلال الاسبوع الماضي. خليكم معانا.